مدينة الإنتاج الإعلامي هوليوود الشرق، قبلة الإعلام الحر في الوطن العربي. فعلى مساحة مليوني متر مربع يعيش الحاضر بأحدث تكنولوجياته، ويتجلى الماضي شامخاً يحكي قصة مصر بعصورها وتاريخها. مدينة تفتح ذراعيها للعالم، مدينة تنتصر للمستقبل، مدينة تنتصر لحرية الرأي والتعبير. هي أضخم صرح إعلامي في الشرق الأوسط، تضم بين جنباتها أشهر الفضائيات العربية والمحطات الإذاعية، يرتادها يومياً أكثر من 12 ألفاً من العاملين والزوار. تأسست الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالتزامن مع إطلاق حرية الاستثمار في المجال الإعلامي برأس مال يقارب ملياري جنيه، وتحت مظلة أول منطقة إعلامية حرة في مصر. تضم مدينة الإنتاج الإعلامي أكثر من 75 استوديو مقامة على مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع، متنوعة المساحات والتجهيزات، وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة من المستثمرين الراغبين في إطلاق قنوات فضائية من داخل المدينة للتمتع بنظام المناطق الإعلامية الحرة الذي وفر كافة التسهيلات والإعفاءات الجمركية من ضرائب ورسوم. الإنشاءات والتحديث في مدينة الإنتاج تسير بلا توقف، حيث يقام سنوياً عدد كبير من الاستوديوهات ذات المساحات المختلفة. وقد وضعت المدينة خطة واعدة لتنفيذ أكبر مجموعة استوديوهات في الشرق الأوسط بمساحات ضخمة مزودة بأحدث الوسائل في مجال هندسة الاستوديوهات. وذلك لاستقبال البرامج التلفزيونية الكبرى من نوعية التوك شو والبرامج الإخبارية العالمية وبرامج المنوعات والمسابقات التي تتطلب حضوراً جماهيرياً كبيراً. المراكز الفنية توفر الدعم المتواصل لمراحل الإنتاج المختلفة لخروج العمل في أبهى صورة، وتشمل خدمات المونتاج والجرافيك والدوبلاج ومراكز الترجمة والنسخ وتصحيح الألوان وفق أحدث التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى أسطول كبير من وحدات التصوير الخارجية بتقنية التصوير فائق الجودة. مناطق التصوير المفتوحة درة مدينة الإنتاج الإعلامية، تشكل محاكاة فريدة لأشهر المناطق المعمارية في مصر بكافة تفاصيلها الدقيقة. تتميز مناطق التصوير المفتوحة بالتنوع والاتساع لتحاكي الزمان وتظهر تنوع المكان، إلى جانب عنصري الأمان والهدوء الذي تتمتع بهما المدينة دون سواها. We'll be right back.
حقاً إنها تحفة معمارية شاهدة على براعة الفنان المصري. ورش الخدمات الإنتاجية عصب الحياة النابض داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، إيقاع سريع وصناع على أعلى مستوى من المهارة والحرفية لتوفير كافة متطلبات الإنتاج الدرامي والبرامج والإعلانات من ديكور وإكسسوار متميز ومفروشات وملابس لكل الفترات التاريخية. تعد المدينة من أكبر المنتجين للدراما بالعالم العربي، حيث تمتلك ثروة هائلة تزيد عن 5000 ساعة درامية لكبار النجوم في مصر والعالم العربي، شكلت وعي ووجدان المشاهد لعشرات السنين. تنوعت هذه الأعمال بين المسلسلات التاريخية والاجتماعية والكوميدية ودراما السيرة الذاتية، إلى جانب مسلسلات السيت كوم والرسوم المتحركة، إضافة إلى عشرات الأفلام السينمائية المتميزة. فندق موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي يمثل أحد فنادق الخمس نجوم الذي يوفر الخدمات الفندقية المتميزة للزائرين والفنانين وضيوف المدينة، كما يضم مركزاً صحفياً ضخماً للمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية، إضافة إلى مركز تجاري شامل، وكذلك صالة للألعاب الرياضية المزودة بأحدث المعدات. قدمت المدينة لشركاء النجاح من المؤسسات الإعلامية جيلاً من الإعلاميين المؤهلين بانطلاق الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS، لتمثل المدينة ورشة عمل مفتوحة للدارسين المصريين والعرب، مدعومة بأحدث قاعات المحاضرات، حيث يحصل الطالب على البكالوريوس المعتمد في شعب علوم الإعلام وإدارة الأعمال وهندسة الإعلام، وفي الطريق شعب جديدة أولها شعبة الفنون التطبيقية. ماجيك لاند، مدينة الألعاب والسحر والأساطير، مدينة ترفيهية تواكب أحدث مدن الملاهي والترفيه في العالم بتنوع أنشطتها وعروضها المختلفة، تمنح مرتاديها متعة المغامرة والإثارة. ويوماً بعد يوم تتأسس العديد من المشروعات الإعلامية داخل المدينة لتشكل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، تضخ سنوياً ما يزيد عن 2.5 مليار جنيه تنفقها القنوات الفضائية وشركات الإنتاج ووكالات الإعلام. ورغم كل ما تحقق، تواصل مدينة الإنتاج السعي نحو استشراف المستقبل لتلبية الطلب المتزايد على الاستوديوهات العملاقة وتطوير الإنتاج الدرامي ودمج تكنولوجيا الإعلام الجديد والوسائط المتعددة في منظومة العمل الإعلامية. مدينة الإنتاج الإعلامية، واحة الإعلام الحر، إنها قصة نجاح، إنها قصة مدينة.